في سياق منفصل، استدعي الباحث والكاتب الصحفي حسام بهجت إلى المخابرات العسكرية المصرية صباح اليوم. وأكدت لينا عطلة مديرة تحرير موقع مدى مصر الذي يتعاون معه الكاتب إنه يتم انتظار خروج حسام بهجت، بينما أشار الموقع إلى أن الاستدعاء لم يتضمن أي أسباب محددة. ونشر بهجت عدة تحقيقات في مدى مصر، كان آخرها تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط في الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب.